بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن اللي بيسموه الآباء حضور الله الدائم. حضور الله الدائم ده موضوع كبير عليا وعليكم صراحة كده، لكن لما بيكون قدامنا هدف بعيد حلو بيحركنا. معناه ببساطة إن الواحد يبقى عنده إحساس دائم إن ربنا جنبه أو قصاد عينه. إحنا كمبتدئين عشان نوصل للإحساس ده يمكن كل فين وفين في الصلاة يعدي علينا. تصوروا لو أجمل إحساس عدى عليك في مرة كنت بتصلي، بقى هو الإحساس دائم طول يومك وطول عمرك، تبقى الحياة شكلها إيه؟ هو ده بقى إيه قمة الصلاة اللي بالآباء بيجروا وراها أو سابوا الدنيا عشانها، ان هم نفسهم يوصلوا لكده، يبقوا مسحوبين في ربنا كده طول الوقت، بحيث انه لا تقول بقى تغصب ولا تركيز ولا لا، هي جايه لوحدها بقى خلاص. هو عنده احساس كده زي ما احنا شايفين بعض، هو شايف ربنا طول الوقت، او زي ما انت بتبقى حاسس بحد بتحبه جنبك يبقى عندك الاحساس ده طول الوقت. طبعا ده ثمرة جهاد طويل بداية الكلام، وثمرة صلوات طويلة، وثمرة تركيز على الهدف. يعني ان الواحد يبقى عارف انه اللي هو فيه ده بداية الصلاة، مهما صلينا احنا على البر لسه، احنا ما شفناش بقى اللي بيصلوا فعلا وحابين الصلاة بيدوقوا ايه. لا دول بيدوقوا السماء على الارض، بيبقى عندهم كل لحظة يعني متعة ملهاش تمن في الدنيا خالص. فمن هنا الموضوع مهما كان شكله يعني عالي شوية، عاوزين على الأقل يحرك يعني يبل رأينا أو يحرك يعني حماسنا إن احنا نفسنا نوصل للناس دي أو للمشاعر بتاعتهم. ربنا يسوع له المجد يقول: الذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضي. في كلام كتير قاله المسيح له المجد يركب عليه قوي، بس في نفس الوقت يركب علينا كهدف. بمعنى المسيح له المجد عايش المعنى ده طول الوقت لأنه هو الأب واحد، لكن من الناحية البشرية كمان حط لنا مثل جميل إنك تحس بمعية الله طول الوقت، تقول اللي بعتني الدنيا دي معايا على طول وما بيسيبنيش أبدا، لم يتركني وحدي. ليه؟ لأني طول الوقت بعمل اللي هو عاوزه. فهي دي معادلة الحضور الدائم، انه عندك احساس على طول انه معاك، ومعاها احساس مش بيسيبني ابدا. وليه؟ لاني مشغول طول الوقت اعمل اللي يبسطه. فده كده ايه خلصت الوعظة، انما احنا ايه هنقعد نسقي كده فيها لعل حاجة تخبط في القلب. الاول الذي ارسلني هو معي. مشكلتنا يا جماعة في الصلاة حتة المعية دي، الإحساس بكلمة أنا معك اللي هي مالية صفحات الإنجيل، أنا معك أنا معك، بس مش كل واحد حاسسها. متخافش أنا معك، جعلت الرب أمامي لأنه عن يميني، عمانوئيل إلهنا الذي تفسيره الله معنا. معاك دي نظري بالنسبة لأغلبنا، هو معايا بس أنا قلقان وعصبي يبقى مش معايا. فاهم ازاي؟ زي ما انت بتتكلم واحد وتلاقيه سارح منك تقول له انت معايا؟ فاهم ازاي؟ هو ربنا طول النهار بيقول لك كده، انت معايا؟ تقول له لا طبعا انا مش معاك، انت اللي معايا لك انا مش معاك، انا مش مركز. ففكرة انا معاك دي او ان ربنا معاك دي، لكل ما نغوط فيها كل ما نحب الصلاة وكل ما نستطعم الصلاة، وكل ما تبقى الحياة كلها تحولت الى صلاة، زي ما يقول داود انا صلاة أما أنا فصلى. يعني إيه واقف طول النهار يصلي؟ لأ، عنده إحساس مستمر إن ربنا جنبه على طول، إحساس داخلي ملح عليه واضح جدا جواه، يخليه لا يعرف يغلط ولا يعرف يتضايق، ويخليه فرحان وهادي وكل حاجة. لما ربنا ابتدى علاقته أو موسى اتعرف على ربنا في سن 80، قال له تعالى ابعتك لفرعون. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك. موسى بيقول له من أنا؟ كانت الإجابة إيه؟ أنا معاك.
فاهمين؟ موسى مركز على نفسه، انا منفعش، هو ركن انا دي خالص. ربنا قال له مين جاب سيرتك دلوقتي؟ ايوه انت ما تنفعش، ما اختلفناش، بس انا بقول حاجة تاني، بقول لك انا معاك. فاهمين الفرق؟ مشكلتنا دايما اننا مركز على انا مركز على دماغي، على نفسي، فيا اما بقول له انا حلو، يا اما بقول له انا وحش. وربنا عاوز يقول لي لا مؤاخذة انت مش فارق حلو ولا وحش، انت كده على بعضك ما تسواش. انما المفيد في الموضوع انا معاك، المهم في الموضوع ربنا، انا بتاعته هو مش بتاعتي انا. وهي دي رحلة الصلاة ورحلة الحياة الروحية كلها، ازاي ان انا دي تتشطب والانا بتاعته تكبر. ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. فكل ما تنسى نفسك وتتلغي، وكل ما ربنا ياكل عقلك وقلبك ويبقى شغلك طول الوقت، يبقى انت كده دخلت في الصلاة الدائمة او الحضور الدائم او الغرض من الحياة، او كده تبقى خلاص حطيت رجلك على عتبة السماء لمجرد ان ربنا معاك طول الوقت. هي السماء ايه غير كده؟ السماء ربنا معاك طول الوقت. فلما قال له اروح انا فين؟ فرعون، واطلع مين ده؟ شعب صعب. تركيزه على نفسه، قال له انا اكون معاك، وهذه تكون لك العلامة اني ارسلتك. وبعدين ابتدى يدي له علامات. رجع في بعدها باصحاح، فضل يحايله من 3:10 لغاية خروج 4:12، مرة ربنا يقول له روح يا ابني انا معاك، مش هسيبك، مش عارف ايه، وهو عمال يتحجج. فاخر حجة طلع بيها موسى قال له ما بعرفش اتكلم، ملياش في الكلام. فشوفوا ربنا قال له ايه، برضو موسى مركز على نفسه، مشكلته انا ما بعرفش اتكلم. يا سيدي وحد جاب سيرتك؟ بقول لك انا اللي جنازل مش انت، انا واخدك معايا مش انت اللي واخدني معاك، انا اللي واخدك معايا. فيقول له وانا اكون مع فمك. موسى يقول انا وربنا يقول انا، فاهمين ازاي؟ موسى مركز على اناته وربنا مركز على الانا بتاعته، لان هي الشفة، هي الصلاة كده. انسى نفسك ودوب في ربنا. قال له انا اكون مع بقك واقول لك تقول ايه، هي شغلنا؟ مين اللي عمل الفم للانسان؟ مين اللي ادى العقل للناس؟ مين عمل فرعون اساسا وخلقه؟ مش انا؟ طب انا بقول لك انا معاك. نفس الموقف مثلا في أرمية واحد، ربنا برضو ظهر لأرمية وقال له تعالى اعملك نبي، وكان أرمية صغير بقى عن موسى، ما يجيبش 20 سنة. فبرضو التاني اتخض، انا منفعش. يا سيدي ما حدش قال لك انك تنفع. السؤال دلوقتي مش انت، السؤال دلوقتي هنشتغل ازاي انا معاك. فقال له لا انا ولد. قال له لا تقل اني ولد، الى كل من ارسلك تذهب وتتكلم بكل ما امرك به، لا تخف من وجوههم لاني انا معك. مش بقول لك ما تخافش لانك كويس او لانك قادر او لانك عندك خبرات، لا خاف طبعا، لو فكرت في نفسك لازم تترعب مش تخاف. بس لما بقول لك انا معك مفيش مجال للخوف. يبقى عاوز اركز على فكرة يا جماعة، ان كل لما عليت الصلاة، كل ما نسيت نفسك واكتشفت ربنا، وكل ما ربنا كبر في نظرك ومال عينيك، حسيت قد ايه ربنا كبير وكله معاك، كل ما عجبتك الصلاة، كل ما عجبتك الحالة دي تبقى عاوز تقعد فيها على طول. جيد يا رب ان نكون ها هنا. ساعتها لما بطرس قالها على التجلي، لا فكر في اكل ولا شرب ولا عيلة ولا خدمة ولا، قال له متخلينا كده على طول، لأنه نسي نفسه. هي دي الصلاة الصح، إن الواحد ينسى نفسه خالص. واحد تاني زي جدعون، ظهر له ملاك الرب اللي هو المسيح وقال له الرب معك يا جبار البأس. أم جدعون على طول كان لسانه شوية يعني، قال له إذا كان ربنا معايا وما اللي بيحصل فينا كده ليه؟ يعني ربنا يقول لك ربنا معاك تقوم تدخل شمال كده؟ لكن أول كلمة ربنا بيقولها أنا معاك، أو لأنه كان أول مرة يعرف المسيح، قال له الرب معك. وبعدين قال له طب اشتغل، روح اذهب بقوتك هذه. عارفين ايه قوته؟ ما فيش جديد اهو، حتة فلاح، انه ربنا بقى معه. قال له بدل انت شايفني وبقينا مع بعض، يلا اشتغل بقى، روح خلص شعبك كله بالقوة دي. اخر وعد قاله المسيح وهو طالع السماء، هي نفس الوعد الاولاني اللي ابتدى بيه انجيل متى. أول وعد في إنجيل متى إيه؟ عمانوئيل، ها؟ الله معنا. وآخر وعد في إنجيل متى؟
أنا معكم كل الأيام، لأنه في شغلة من كده، أنا معك أول كلمة وآخر كلمة، أنا معك، فبدل معك خلاص. أول فكرة بقى عاوزين ننشغل بيها الآية اللي قالها المسيح، ابتدينا بيها الكلام، الذي أرسلني هو معي. عش رسالتك تتمتع بحضور الله. أكتر ناس تحس بوجود ربنا، تلمسه، تدوقه، اللي عايشين رسالة. كلمة الذي أرسلني، أغلبنا مش واخدين بالهم إن احنا جايين مأمورية وماشيين. احنا بنفكر زي الناس، احنا اتولدنا وعندنا شهادة ميلاد وجنسية مصرية وظروف الموضوع مش كده خالص. موضوع ربنا بعتك الدنيا عشان رسالة، وبعدين ايه، تخلص الرسالة يسحبك. لو انت عايش فكرة الرسالة هتعيش فكرة ان ربنا معك. فأول حاجة تساعدك تحس بربنا طول الوقت انك تركز في رسالتك او تعيش رسالتك. لو كل مثلا واحدة فيكم مهمومة بشغلها ولا ببيتها وبعيالها كده، هي بعيدة عن ربنا، مش مركزة حتى لو بتصلي. لكن لو رجعت فكرة انا ليا رسالة، اشهد لربنا في بيتي، في شغلي، في الشارع، وخلص اليومين واكمل معاه في السماء. فكرة الرسالة تخلي احساسها بربنا احلى كتير، وتخلي انا معك قريبة لقلبها. احنا بتطير مننا فكرة الرسالة. مع ان المسيح كان مصر عليها، قالها كتير قوي، كما ارسلتني ارسلتهم الى العالم. يعني احنا كمان مرسلين للعالم، احنا عايشين كرسل، مش بالمعنى العقيدي، لكن بمعنى البسيط بتاعها. انت نور للعالم، انت ملح للارض، انت مش عايش لنفسك، انت جاي عشان يبقى لك رسالة. لما تفكر من اول اليوم ايه رسالتي النهاردة، هتحس بمعية الله، وهتلاقي الصلاة سهلة. لما تبقى عايش في اليوم تخلص اللي وراك، تاكل، تشرب، تزعق، تسوق، راح ربنا منك لأنك فقدت الرسالة. فجدعون ابتدى يحس بأن ربنا معاه لأن بقى في رسالة. موسى ابتدى يحس أن ربنا معاه، بقى في رسالة. أرميا ابتدى يحس لما بقى في رسالة. فاهمين أنا أقصد إيه؟ لما الواحد بيكتشف أنه عايش عشان ربنا عاوزه يعمل حاجة، الرسالة بتخليه إيده في إيد ربنا طول الوقت. فقدان الرسالة معاه فقدان الإحساس بحضور ربنا أو معية الله. بعد كده يقول لم يتركني الآب وحدي، اللي يأكد على فكرة أنا معاك حكاية الآب لا يتركني أبدا. إيليا واحد من الناس اللي بيعتبروه كان عايش في الحالة دي، اللي هي حالة إيه؟ المعية دي، أو حالة الحضور الدائم. لأنه لما كان يقف قدام أي شخص يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. في الوقت اللي احنا مش شايفين ربنا هو شايفه، واحنا مش حاسين بيه بس هو حاسه، فكأنه بيصلي طول الوقت. القوة دي، العظمة دي، الدرجة العالية قوي من الصلاة اللي كان فيها إيليا دي، وقعت لما قال إيه؟ لما قال كلمة بقيت وحدي. وحدك، ايه اللي كره لك؟ ده انت طول حياتك بتقول الرب الذي انا واقف امامه. من امتى سابك؟ اول ما دخل لقلبه احساس انا بقيت لوحدي، راحت قوته خالص. بقى ايليا ضعيف جدا قدام ايزابل، حتة ست وثنية، اللي قبلها بكم يوم موت 850 نبي من انبياء البعل والسواري. يعني كان قوي جدا، فرق ضخم قوي بين موقفه يوم النار ويوم الانبياء وبين موقفه من ايزابل. انا في اعتقادي احد اهم الفروق انه حتة انا معاك راحت. راحت ليه؟ بقى حاسس انا بقيت لوحدي. لوحدك؟ من امتى انت لوحدك؟ طول عمرك في الجبل لوحدك بس ربنا معاك. طول عمرك الدنيا مش ماشية بس ربنا معاك. عمرك ما قلت يا ايليا بقيت وحدي. عشان كده لما قال ربنا بقيت وحدي ربنا ما ردش. ما ردش يعني ايه؟ ما زعل، او مش زعل، عاوز اقول لا، مش هينفع التفاهم كده، ده احنا لازم نبتدي من الاول بقى، نجيب سنة اولى تاني عشان تعرف يعني انا معاك، فتعالى لي الجبل
نراجع بقى كل المدرسة من زمان، يعني ايه انا معاك، ويعني ايه انا الاول، انا اللي اجيب ريح واجيب زلزال واجيب نار واجيب، عرفت انا مين؟ طب وانا معاك بقى، ها نراجعها تاني عشان ما تقولش بقيت واحد واحد ازاي. يعقوب كان شاف المسيح مرة في رؤية على السلم، وبعدين تجاهل الرؤية وعاش حياته وخلاص. بعد 20 سنة كان راجع بلده، وعيسو طالع له وهيموته، وحس بوحدة فظيعة، إحساس مخيف إنه هيقف قدام عيسو لوحده، لأن هو كبير القبيلة معاه شوية ستات وعياله وخرفانه، وعيسو معاه 400 راجل هيموتوه. فالوحدة عصرت قلبه بقى. ليه؟ لأنه أنا محتاجك قوي معايا. وطبعا هو عارف إنه مطنش ربنا 20 سنة، ربنا قال له من 20 سنة أنا معاك وهكون معاك، هو ما سألش. اللي يدرس حياة يعقوب قال له عشان خاطر أبوك وجدك إبراهيم وإسحاق أنا هكون معاك حيثما تذهب، ولا سأل يعقوب، وراح عند لابان وكذب ورياء ولخبطة. فلما افتكر أنا معك قال له أنا عاوزك الليلة دي، وعاوز أشوفك وعاوز أمسك إيدك وعاوزك تقف معايا وإحنا بنتقابل مع عيسو. وابتدى يزن بقى، قال له رجعني للإحساس اللي جالي من 20 سنة وانت نازل لي من على السلم بتقول لي معاك ما تخافش. فجاله المسيح وعشان كده مسك فيه وقال له ما تسيبنيش. فاهمين ليه ما تسيبنيش؟ قال له انا وحش وانا صغير وانا اللي سبتك، بس ما تسيبنيش، ما تعاملنيش بالمثل، لن اطلقك، ما تسيبنيش لوحدي، انا مش قد مقابلة عيسو لوحدي، انا عارف ممكن يعمل في ايه. قال له مزمع أن يقتلني الأم مع البنين، يعني هيموت عيالي الأول قدام عيني، أنا عارف عيسو، لأن عيسو كان صعب. فقال له ما تسيبنيش. فطب المسيح قال له مش هسيبك، وفضل متشعبط فيه لدرجة أنه يعني قال له أنا لازم أمشي خلاص، ما الفجر طلع. في سفر النشيد يبان الحتة دي، اللي زي إيليا أو اللي زي الآباء الكبار اللي داقوا الحضور الدائم، اللي يقعدوا في الصلاة فترة طويلة ويحسوا إنه في علاقة كده مش لازم تتشرخ، حالة روحية مستمرة، لما يفقدوها يبقوا زي المجانين، يعني أقصد إيه؟ مش مستحملين روحهم. عروس النشيد عدت على دي، العروس بتاعت النشيد هي النفس العاشقة لله، فصورها سليمان التصوير ده، قال إيه؟ فضل يخبط عليا وبعدين ما سألتش وعملت نايمة، ولما فتحت لقيته مشي العريس، فطلعت زي المجنونة أجري وراه أدور عليه، اللي هي فكرة ربنا يفضل يخبط 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 وإحنا مطنشين مطنشين مطنشين، وبعدين يجي اليوم بقى اللي إيه، تحس إنك لوحدك وعاوز ربنا، تدور عليه ما تلاقيهوش، تبقى مسروع بقى، أنت سايبني، أنت ما بتردش عليا، أنت زعلان، هو خلاص كده، هو مفيش فايدة، أنا ضعت. فطلعت زي المجنونة تجري وتسأل أي حد، وتقول ما جوزتهم إلا قليلا بعد ما سألت قالوا لها لا ما شفناهوش، حتى وجدت من تحب نفسي فأمسكته ولم أرخي. عارفين الطفل اللي تاه من أبوه وبعدين بعد كام ساعة جابوه متشعبط في أبوه، يعني قرب يقطع هدومه، لأن الرعب اللي شافه وهو تايه مخليه ماسك فيه مش قادر يسيبه أبدا. أو ده إحساس شخص، ده حلاوة الصلاة وبعدين اتحرم منها فيبقى مش مستحمل، ولما ترجع له حلاوة الصلاة تاني يبقى إيه، مش عاوز يضيع الإحساس ده أبدا، مش عاوز يصلي تاني بالبرود اللي عدى عليه والفتور اللي كان فيه والجفاف اللي، فيبقى متمسك قوي بحكاية الحالة الروحية دي. ربنا يسوع له المجد قال لهم هتيجي ساعة كلكم هتسيبوني، لكني، شوفوا بقى الشكل الأمثل دايما اللي يقدمه المسيح، تتركوني وحدي ولكن أنا لست وحدي. يعني إنسانيا موقف التلاميذ من المسيح موقف مزعج جدا، إن ناس عايشين معاه وخدوا منه معجزات وعمل لهم قيمة وليلة صليب ويسيبوه في اللحظات دي ويجروا كلهم، صعبة قوي نفسيا. انما ايه اللي حافظ المسيح له كل المجد؟ انا مش لوحدي، الاب معي،
حتى لو أقرب الناس خانوني ولو أقرب الناس خذلوني أنا مش لوحدي. اللي هو نفس الشعور اللي ربنا عاوزنا نوصل له كلنا، اللي ما تعولش على الناس كتير حتى أقرب الناس، أنا لست وحدي، الآب معي. لما المسيح كان نايم في المركب قلقوا وخافوا لأن المركب بتغرق، ولما انتبهوا ان هو في اخر المركب قوموه حتى كده بطريقة ناشفة شوية، يا معلم اما يهمك ان انا نهلك، فقاموا سكت الدنيا. هم انتبهوا ان هو موجود، فميزة هو موجود من بدري، ولو صحوه في اي وقت ما هيصحى. انما فين لما الواحد بينتبه، طب ده ربنا معايا، ما هو معاك من بدري، وانت اللي مشكلة ان انت عمال تقاوم المشاكل لوحدك وتخاف وتحسب وتعمل، ما هو قاعد معاك في المركب من بدري، انت اللي ما جريتش عليه من بدري. فاكرين يحكى عن الانبا انطونيوس؟ القصه دي حكاها القديس اثناسيوس تلميذ الانبا انطونيوس، قال في اول رهبانه انبا انطونيوس سكن في منطقه كده زي القبور، فجوم الشياطين في مره على شكل اشكال صعبه قوي. انبا انطونيوس كان بيتحارب حروب صعبه ومسكوه، ابتدوا يضربوا فيه، ضربوا فيه حقيقي، وهو ويشدوه من القلايه بتاعته كده لبره، وفضل فترة كده ويعني موجوع، وفين لما صرخ وقال له يا يسوع ارحمني، فتبخروا على طول. فبقى بيعيط وبيصلي يقول له يا رب انت سبتني ليه؟ قال له يا حبيبي انا كنت جنبك مستنيك تنادي، انا طول الوقت مستنيك، اول ما ناديت عليا اتحركت. فساعات بيحصل كده، الغشم بتاعنا بيبقى كده، ربنا جنبنا وقريب قوي، وفين لما تصرخ؟ طب ما تصرخ من الاول، على ايه القلق؟ برضو بولس الرسول وصل للدرجة الحلوة بتاعت الصلاة الدائمة او الاحساس الدائم بحضور ربنا. فلما اتسجن في روما كل تلاميذه خذلوه، محدش قدر يقف معاه قدام نيرون، نيرون مجنون، فاي حد هيدافع عن بولس كان ممكن يطير هو كمان. فهم قالوا نصلي له بقى وخلاص ربنا معاه. فقال الجميع تركوني لا يحسب عليهم، الرب وقف معي، معي انا كنت حاسه معي، فمش زعلان من حد، مش فارق معايا حد، وانقذت من فم الاسد. دانيال لما اترمى كان لوحده، بس الرب معي فانقذت من فم الاسد. يبقى تاني قاعدة انا بحاول اتكلم عن ايه، فكرة حضور الله الدائم. يعني ببساطة لما تصلي وتوصل لحالة روحية حلوة، ازاي تدوم؟ ازاي تكمل معاك اليوم كله؟ ازاي ما تروحش منك بعد قداس حلو ولا بعد صلاة حارة؟ عشان تحافظ عليه اول حاجة احتفظ بفكرة الرسالة. تاني فكرة تمسك بحضور الله ولا ترخيه. الرخاوة، في تعبير في الامثال يقول الرخاوة لا تمسك صيدا، يعني اللي بيرمي الصنارة كده بدلع ده مش هيصطاد في سنته، اللي بيرمي الشبكة بخيابة كده رخاوة لا ما يطلعش. فالشغل على الشغل، يعني اللي اشتغل يشتغل بذمة، اللي يصلي يصلي بذمة. فأمسكت ولم أرخيه، يعني احتفظ بالشعور الحلو اللي وصلت له، خفت فأتفرط فيه، خاف عليه لا يروح منك. تالت نقطة اللي قالها بقى ربنا يسوع، لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. الذي أرسلني هو معي ولم يتركني الأب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضي. أكتر حاجة بتفقدنا الإحساس بحضور الله الخطية. إيه اللي بيعطل الصلاة؟ الخطية، والخطية بكل درجاتها، من أول الفكرة والنظرة والكلمة، كل ده بيبوظ العلاقة مع ربنا. فإيه يعني؟ كأنك شديت الفيشة، واخدين بالكم؟ تبقى حاجة ماشية ماشية جميلة وفجأة كهرباء قطعت، لأنه قلت كلمة ملهاش لازمة أو فكرت فكرة ملهاش لازمة. عشان كده أقول آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خطاياكم سترت وجهه عنكم. يعني هو ممشيش، خلي بالكم هو ممشيش، بس الخطية وقفت إيه؟ حاجز، فما بقيتوش شايفين إنه باصص أو إنه شايف، حتى لا يسمع، فما بقاش بيسمع، أو هو بيسمع وأنتم مش واخدين بالكم. ثالث نقطة مهمة، احترس مما يفصلك عن حضور الله. أنا قلت أول فكرة يا جماعة تمسك برسالتك، تاني فكرة امسك في الحالة الحلوة اللي وصلت لها ما تضيعهاش. مرتبطة بيها فكرة إيه؟ احترس من أي حاجة تفصلك
عن الصلاة، واللي منكم يعني مثلا في القداس. هديكم مثلا عشان تفهموا اللي انا عاوز اوصله. يبقى مندمج جدا في القداس، وبعدين يفتح عينه اللحظة فيلاقي واحدة داخلة متأخرة، فيعدي على ذهنه بس ثانية ايه اللي جايبها متأخر، يجي يرجع الصلاة خلاص مفيش صلاة، راحت راحت ليه، ده كان في العلالي وكان حلو، لا خلاص يا ريتك ما فتحت عينك فميزة. شوفوا قد كده بالحرف زي ما بقول لكم. او يكون مثلا في بيته وبيصلي بنفسه ومندمج جدا، وبعدين مراته تقول كلمة فايه يعني جواه يحصل نرفزة، بس ما ردش حد خلاص، يرجع للانجيل ما يلاقيش الانجيل، اتقفل بقى كتاب مختوم، ما كان حلو مفتوح وبيقول حاجات اهو قفل. قفل ليه؟ عشان بس شوية الغيظ اللي حصل. هي مأمورية مش سهلة، بس كده مأمورية مش سهلة، بس بقى عاوزة تريننج، عاوزة اكسرسايز، اللي يمشي فيها خلاص يعرف لها بتيجي ازاي، فيبتدي بقى يحرص. ادي اللي انا عاوز اوصل، احترس مما يفصلك عن حضور الله. الحاجات اللي تفصل عن حضور الله الكلام الكتير، يعني مثلا تطلع من القداس نفسيتك حلوة بقى وطلعت كل مشاعرك بقى وهديت وبتاع، تقوم تقعد تحكي على باب الكنيسة، طار القداس، لأنك قعدت تحكي تحكي خلاص بقى الكلام جاب بعضه وجاب شوية إدانة وجاب خلاص، الشيطان عرف ياخد الكنز قبل ما تروح. الأكل الكتير، الأكل الكتير، وطبعا احنا في الأعياد بعد قداس العيد بالذات لازم نحرق قداس العيد على طول بالأكل. يعني طب ده الواحد يعني أي لقمة وخلاص، ده انت واكل المسيح نفسه، لازم ننتقم من الصيام طبعا، مش ده الفكر، خسارة. طيب تالت نقطة، النوم الكتير برضو، كل ده يبوظ الروح. خلي بالكم انا بقول لكم ليه إيليا ولا موسى ولا بولس ولا عايشين في المستوى ده، واخدين بالهم قوي من الحاجات دي، ما تفتكروش الناس دي مش محرصة، ده دول محرصين جدا. ليه؟ لان هو في مستوى في عز مش عاوز يروح منه ابدا، لما بيقول اقمع جسدي واستعبده هو مراقب نفسه، لانه عارف لو كلمة زيادة هينزل عن العز اللي هو فيه، لو نومة زيادة لو اكلة زيادة فهو حاسب التدقيق ده بقى، ده لان ناس ضايقة حاجة مش عاوزة تروح. لو فلوس كتيرة شغلتك باظت العلاقة، لو كرامة كتيرة استقبلتها شوية كلمتين حلوين كده الناس قالوهم ومشيت معاهم انت صدقت الكلام راحت خلاص الحكاية، وقعت تاني. لو مقارنة كنت حلو بتصلي وبعدين ايه بصيت لواحد وابتديت تقول عندي ومش عنده وعنده ومش عندي، بس باظت. اذا احنا مش بنتكلم في خطايا ضخمة يعني مسكت واحد ضربته، لا ده احنا بنتكلم في حاجات من تحت الترابيزة بتدخل، لكن كفيلة انها ايه تهبدك على الارض وتنزلك من سبع سم. رابع نقطة مرتبطة بالموضوع، في كل حين افعل ما يرضيه. تفكرنا لما بولس قابل المسيح قال له يا رب ماذا تريد ان افعل، كأن الواحد لما دايما يقول له رب عاوز اعمل اللي انت عاوزه، عاوز اعيش لمزاجك انت، اعمل ايه مع فلان، اعمل ايه مع نفسي، اعمل ايه دلوقتي، اعمل ايه في الموضوع ده، انا عاوز اعمل ارادتك بقى. اللي عايش بالبرنامج ده طول الوقت بيوصل للمستوى اللي بنحكي فيه. لما في كورنثوس، كورنثوس كان لسانهم طويل شوي واتريقوا على بولس وقالوا بولس ده بتاع كلام، هو صعب عليه شوية لانه ابوهم. فمن ضمن ما قال في كورنثوس الثانية قال لهم ألعلي استعملت الخفة، يعني انتوا فاكريني خفيف بقول كلام كده وخلاص، لما قلت لكم هاجي وما جيتش قلتوا ما ده بتاع كلام اصله، ام اعزم على ما اعزم بحسب الجسد، انتوا فاكريني يوم ما بقول هاجي طلعت كده وخلاص كلمة، ده ما فيش حركة ولا كلمة بتطلع الا لما برجع اسأل يا رب اروح لهم، روح يا ابني اعمل دي اقول دي. فكشف سره في الآية دي انه مش خفيف ابدا، لا في قرار ولا في كلمة، لا يستعمل الخفة يعني العشوائية التلقائية، لا ده كل حاجة على طول عينه على ربنا، ها اقول اعمل
عشان يفضل محافظ على المستوى الجميل بتاع العلاقة المفتوحة دي. عشان كده النعم نعم واللأ لأ، يعني يوم ما أقول نعم لأني خدتها من ربنا تبقى نعم، ولما أقول لأ تبقى لأ، لأنها مش طالعة مني، طالعة منه. فقال لهم ما تستخفوش بيا، أنا مش واحد ماشي عشوائي في الدنيا تطق في دماغه فيطلع بلد يشتغل، لأ ده أنا متبرمج، ده أنا ماشي بالظبط زي ما هو عاوزني أمشي، وعشان كده عايز عز الصلاة. هقول تأمل في التطويبات هنا مرتبط بالفكرة، في كل حين أفعل ما يرضيه. بعض القديسين الكبار كانوا يسألوا بعض سؤال محير في التوازن بين الصلاة والعمل والرحمة، حاجات بقى ايه بتاعت البهواء يعني الناس الرايقة، احنا طبعا بنتكلم في الخطايا والحاجات دي، هو بيكلمه في حاجة تاني، يقول لك طيب ينفع اخد من وقت الصلاة واتعب في خدمة حد ولا مش صح؟ فاهمين بيتكلموا في ايه؟ حاجات مالناش دعوة. انما هما بيتكلموا كده ليه؟ لانه حتى في المستويات العالية دي كل اللي شاغلهم انا عاوز اعرف ربنا عاوز مني ايه دلوقتي، حتى لو قال لي ما تصليش اخدم اخوك يبقى هو ده الصح، لو صلى يبقى غلط. فهمتوا بتوصل معاهم لايه؟ لو ربنا عاوز يخدم اخوه وهو قال لا هكمل صلاة يطفي لانه ما عملش اللي ربنا عاوزه، بتوصل لكده. ولو قال له صلي وهو حب يخدم اخوه يطفي برضه لأن ربنا قال له صلي. فهم بيبقوا عاوزين يتبرمجوا بالملي، مش عاوزين نعمل حاجة حتى روحية على هوانا، احنا عاوزين نعمل الحاجة الروحية اللي هو حاسسها دلوقتي مفروض اعمل ايه يا رب. اجمل مثل في ده الست العذراء، على بساطتها كانت ماشية متبرمجة 24 ساعة، يعني ايه؟ تنام بإذن وتاكل بإذن وتصلي بإذن وتتكلم بإذن وتروح مصر بإذن وترجع من مصر بإذن، يعني هي عظمتها في شعار إيه؟ مهما قال لكم افعلوا، لأن هي عايشة كده، مهما قال لكم افعلوا، أنا أمة الرب ليكن ليك قولك، اللي تقوله حاضر. فهي على طول بقاه في ودانه، يعني ها أعمل إيه؟ فلانها متبرمجة على كده خلاص ما بقتش بتسأل، هو متسأل وحدها، فعايشة في صلاة دائمة، عايشة في حضور مستمر لله، شبعانة بربنا طول الوقت. هنا لما نقول التطويبات تبدأ بطوبة مثلا جياع والعطاش للبر، يعني اللي مشتاق قوي يصلي يشبع. طب الرحمة هيتعرضوا كده، اللي هيخدم خدمة الرحمة، طب اللي هيدور في نقاوة القلب، طب اللي هيعمل سلام، ده كل واحدة منهم تاخد يوم او تاخد عمر. لا، مين بقى المايسترو اللي يظبط ده كله مع بعضه على نفس البني ادم؟ ربنا، الروح القدس. فاللي بيقول في كل حين افعل ما يرضيه بيبقى دايما ودنه مع ربنا، اعمل ايه دلوقتي؟ صلي يا ابني، يعني اعتذر للناس، اعتذر لهم وخليك معايا. اعمل ايه دلوقتي يا رب؟ حابب اسبح. لا يا ابني سيب التسبيحه، فلان تعبان. فاهمين بتيجي كده؟ سيب الصلاة، شوف فلان الحسن تعبان. عشان كده تستغربوا القديسين الكبار بيقضوا أيامهم إزاي، لا بيقضوا أيامهم كبشر طبيعيين، لكن الفرق الكبير اللي بيننا وبينهم إن هم متساقين في كل اللي بيعملوه، بيعملوا اللي ربنا عاوزه. الناس دول بيناموا وبياكلوا وبيقعدوا مع الناس، بس مفيش حاجة بتتعمل من اللي بيعملوه بره الخطة الإلهية، بره الترتيب الإلهي. التركيز فيما يرضي، خلينا نقول المعنى ببساطة إن الواحد يبقى مركز إيه اللي يرضي ربنا في كل لحظة. ودي طبعا تيجي بالصلاة كتير. تدريب بقى، نختم بتدريب كموضوع يعني عملي شوي. أول تدريب لحضور الله الدائم، أول اليوم خد جرعة روحية عالية شوية عشان تلاقي حاجة تمسك فيها. فاهمين ازاي؟ تصور انت ابتديت يومك مع الزيرو، طلعت من السرير على الشارع، مفيش لا صلاة ولا انجيل ولا قعدة مع ربنا، مفيش اساسا يعني حياة روحية، هتمسك في ايه؟ لكن الاول اطلع سلمتين عشان تقف عندهم او تمسك فيهم. فيبقى بداية اليوم حاول تحتفظ بجرعة روحية قوية.
لأن التدريب اللي بعد كده ازاي تصون الحالة الروحية اللي خلصت بيها القداس ولا خلصت بيها باكر، ولا فاهمين الفكرة؟ يبقى لازم أول اليوم. فكنا أول اليوم بيطير منا يا جماعة، يبقى احنا الموضوع ده مش تبعنا خالص. عشان كده المسيح له كل المجد، في الصباح باكرا جدا خرج إلى موضع خلاء وكان يصلي. تاني حاجة، اتعود انك تشتغل بهدوء وتتكلم قليل. ليه؟ ده يديك فرصة تاخد بالك ربنا عاوزك تعمل ايه. اقول تاني، لما تشتغل بهدوء، بتسوق بهدوء، رايح شغلك بهدوء، وبتتكلم بحساب، هيبقى فرصتك تتوجه اسهل. اللي صوته عالي وبيجري على طول ده مش هيعرف يتوجه، ده ما النافيجيتور اللي عنده عطلان، اللي هو الجهاز اللي بيمشي العربيات ده، لا، ما لأنه هو ماشي بدماغه. تدريب تالت، اتعود ترمي السؤال ده لربنا كل شوية، يا رب أعمل إيه؟ حتى في الأمور البسيطة، حتى في الأمور البسيطة، أعمل إيه يا رب دلوقتي؟ مش في القرارات الضخمة، لا لا، وأنت داخل تنام تقرا الانجيل دلوقتي ولا لما تصحى؟ ارميها كسؤال. هتقولي مش بس معلش في الاول كده، بعد شويه هتبتدي تسمع. تدريب اخر، تعالى في نص النهار طبعا هتلاقي الكيرف نزل، يعني حتى هنقول ان انت ابتديت يومك بقداس حلو، وبعدين على بعدها بثلاث اربع ساعات الدنيا ابتدت تطفي بقى، كلام ودوشه وحديث ومواضيع وشغل وكده، اشحن تاني، اشحن تاني، خد لك 10 دقايق كده، ايه، تسعة، غروب، يعني صلاة يسوع، تخلوة، آية، بس دخل زق كده زقة عشان ترجع تاني توصل للمستوى اللي كنت فيه. تدريب آخر، امزج الخدمة دايما بالصلاة، وحبذا لو الشغل كمان، وانت بتخدم صلي. لنعرف خدام منكم يا جماعة طول ما هو رايح الخدمة وراجع منها واخدها صلاة، حتى لو كان قطر بالساعات، بيعتبرها مأمورية كبيرة قوي انه يشتغل مع ربنا. فيفضل طول السك، يا رب ديني نعمة، ديني حكمة، افتح قلبي وقلب الناس، ساعدني اخدمك، اقبل مني الخدمة، طول السك، لانه حاسس دي حاجة كبيرة قوي لتكون اخر مرة اخدم. طبعا اللي عايش كده جو مثالي زي كده بيبقى طبعا مختلف عن اي خادم تاني. نقطة كمان، جهاد الفكر وجهاد الجسد. يعني ايه؟ احنا اتفقنا في حاجات بتقطع، ها، اللي الاكل الكتير والنوم الكتير والكلام الكتير والكرامة الكتيرة. جاهد انك ما تسيبش حاجة من دول تطفي، فتبقى مراقب نفسك، مراقب افكارك، ومراقب جسدك، لانه لو كل زيادة شوية مش هتعرف تصلي، لو فكرك شرد شوية ودخلنا في غيرة ومقارنات مش هتعرف تصلي، هتروح منك الصلاة. إذا كنت يعني اوريدي في صلاة حلوة أو في حالة حلوة هتطفي، هتلاقي بقى دخل فيك روح غريب من الغضب والتوتر والقلق والخوف مش بتاعتك. من التدريب الجميلة إنك تتعود ما تعملش كل اللي نفسك فيه. الطاعة وقطع المشيئة يسموها، يعني إيه؟ مزاجي دلوقتي ارتاح، بس في تليفون مهم خدمة، اعمل التليفون ما ترتاحش، فاهمين؟ درب نفسك على كده، اكسر نفسك شوي. طب ما الراحة مش حرام؟ اه، بس تيجي بعد الخدمة. فكنت لما تمرن نفسك كتير انك ما تعملش اللي دماغك بتقوله، تسمع صوت ربنا اوضح، تتبرمج عليه اكتر، تتعود يوجهك اسهل. اخر حاجة، لو ابتديت يومك حلو حافظت عليه، وقع شوية زقته تاني وكملت بتحاول تحتفظ بيه، تيجي اخر اليوم تزق زقة تاني، جرعة روحية على اخر اليوم تاني. لما تفضل بقى ماشي بالاسلوب ده عشان مش عاوز تنزل، عاوز تطلع السلم، هتلاقي نفسك بتتقدم في سكة بقى ايه اللي اختبره الاباء، حضور الله الدائم. يمكن يجي لك اليوم اللي تقول زي ايليا، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، لإلهنا كل مجد وكرم.